حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة من داخل العراق تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوه أسفل الشاشة، ومن خارج العراق أيضا واللي عايش بدول المهجر والأشقاء العربي يقدرون يدقون علينا على واحد من أرقامنا الاثنين اللي تشوفوها حاليا هنا أسفل الشاشة. فعدكم دني الأرقام الأربعة للاتصال. أما من لم يستطع واللي ما قدر يدق علينا ومن يعني مع الأسف ما قدر نسمع صوته أو رأيه حول الموضوع، يقدر يدزلنا رسالة على هذا الرقم. هذا الرقم المشاركة عبر الرسائل مثل ما تقرون، ما أقدر أستقبل به مكالمة صوتية، ما أقدر أستقبل به مكالمة فيديوية، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية أو أي فيديو. فاللي عنده فيديو يريد يبثه على شاشة الرافدين، الشريط الأبيض اللي تشوفوه أسفل الشاشة تقدرون تتابعوه. في نهاية أكو رقمين لنافذة اسمها نافذة أنت ترى، تقدرون تدزون فيديوهاتكم على ذنيك الأرقام، وإن شاء الله إدارة الرافدين تنظر إلها وتشوف وتنشرها على الشاشة. بداية اليوم، مصادر أمنية بمحافظة ذي قار أعلنت عن إعدامات شبه يومية، يعني بشكل يومي، لكن هاي الإعدامات لا رميا بالرصاص ولا حبل المشنقة، هاي بالسم، يعني يشربون المعتقل سم ويقتلوا. ذولا وفق المادة 4 أرهاب. أي معتقل اليوم موجود داخل سجن الحوت معرض إلى هاي الحالة اللي هي حالة التسميم وتركه يقتل تسميما، وذلك بمعدل 3 سجناء بالأسبوع الواحد، يعني بالشهر 12 واحد بالسنة 144 واحد. المهم هاي العمليات تسميم المعتقلين موجودة داخل السجون، تحديدا سجن الحوت بمحافظة ذي قار بمدينة الناصرية. اللي يقوم بها هي ميليشيات 2، حزب الله والعصائب، اللي تسيطر على إدارة سجن الحوت بالناصرية. المصادر قالت وأضافت أنه أكو سجينين 2 توفيا نتيجة مرض الفشل الكلوي حسب التقرير الطبي اللي طلع منه الميليشيا عن كل حالة إعدام بالتعاون والتنسيق مع الطب الشرعي ببغداد والناصرية. وأكو سجين عمره 43 سنة محكوم بالسجن مرتين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي أيضا داخل مستشفى الناصرية. السؤال اللي يطرح، أغلب الناس وأغلب الآباء والأمهات اللي اتصلوا برنامج صوتكم واللي عندهم معتقلين داخل السجون العراقية يأكدون أنه ولدهم وقعوا على اعترافات حتى يخلصون من التعذيب. كان يظن أنه هو إذا وقع على هذا الاعتراف راح يخلص، لكن انحكم مباشرة وفق اعترافات الناس كلها تعرف والعالم كله يعرف أنه هي مأخوذة بطريقة غير صحيحة، والقاضي عاف كل شيء وحكم وفق ذني الاعترافات اللي مأخوذة بالتعذيب. وورا ما حكم ما خلصهم من التعذيب، لا، داخل السجون العراقية استمر التعذيب على رؤوسهم، استمرت معاقبتهم. وكلكم تتذكرون الاتصال اللي اتصلت به احد الامهات اللي ببرنامج صوتكم وقالت 3 انهزموا من سجن التاجي ببغداد، اتحاسبوا عليها السجناء الموجودين بسجن الحوت بالناصرية، يعني مئات الكيلومترات وتحاسبوا عليها. المهم وبعد ذلك اكو طرق مبتكرة اليوم بالاعدامات والتعذيب. انا اريد اسأل سؤال، منين دا يجيبوها؟ منين دا يطلعوها؟ ام يحيى من اربيل حياك الله. ام يحيى السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام، تفضلي امي. انقطع الاتصال ويا ام يحيى، اتمنى ترجع لنا حتى نسمع رايها حول هذا الموضوع.
فاحنا سؤالنا اللي نريد نطلعه اليوم، هاي الطرق اللي دي يطلعوها يوميا من دي يطلعوها؟ يعني انا اطالب الامم المتحده واطالب المجتمع الدولي انه يعني يخاطب قاموس جينيس او المسؤولين عن قاموس جينيس، لانه العراق المفروض يدخل قاموس جينيس في أسوأ شيء بالعالم في كل شيء، بالفساد، بالمحسوبية، بتردي الخدمات، بتردي التعليم، بالتسيب من المدارس، بعدد الأيتام، في كل شيء. عندهم منجز واحد اللي لازمين الحكم اليوم بالعراق، أنهم الأسوأ في كل شيء، أو جعلوا العراق الأسوأ في كل شيء، لأنهم ما شاء الله عليهم لابسين قوط بآلافات الدولارات وساعات بمئات ألوف الدولارات وسيارات فارهة يركبوها بالعراق وخارج العراق، وأولادهم متنعمين بأموال العراق وشقق بملايين وسيارات بملايين، فهم يعني الأحسن في جعل العراق الأسوأ في كل شيء. أبو هاجر من الناصرية، حياك الله يا أبو هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك اخي العزيز؟ شو صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. عندي موضوع يعني اذا تسمح لنا. تفضل. الموضوع الاول، انا بيتي يم الطب العدلي مال الناصريه. نعم. وما جاي يشوف يعني اكو جثث تجي. يعني بس الوفيات مال كورونا. نعم. هذا الموضوع الاول، الموضوع الثاني اذا تسمح لي ايضا. نعم. اليوم احنا بالعراق نعم نعاني من مشكلة رئيس الوزراء شخصيا، او المشكلة منين؟ مشكلة من الشعب، مشكلة من البرلمان، مشكلة من التدخل الخارجي. هذا الموضوع يعني قد يتساءل الكثير عنه. ابو هاجر، يعني بالنسبة الى موضوعك الثاني انه العراقيين يعانون من قضية رئيس الوزراء فقط، أنا أسأل يعني إحنا اليوم المشكلة بالعراق عندنا من رئيس الوزراء شخصا، إحنا رئيس الوزراء جاي يتغير، خلل لا. وين؟ مشكلة وين؟ مشكلة إحنا بينا كشعب؟ لأن هو الشعب هو اللي ينتج، هو الشعب اللي ينتج البرلمان، الشعب اللي ينتج الأمن، الشعب اللي ينتج رئيس الوزراء، رئيس كل الشعب هو اللي ينتج. أبو هاجر أنا أسألك سؤال، يعني أنت مصدق إنه هذا البرلمان العراقي الشعب مختاره؟ والله احنا نسال، يعني نسال الخلل وين؟ نسال احنا يعني صارت انتخابات انتخبنا. بس ابو هاجر يعني انت تقول الشعب اختاره، يعني نسبه المنتخبين في الانتخابات الاخيره او نسبه المصوتين 20%. نعم. او اقل من 20%، ما وصلوا 19%. لما تحسب ال 19% على 20 مليون، يعني ما بيهم مليونين. فأنت يعني شلون أنت تريد نجمع أنه 40 مليون إنسان رأيهم بهالمليونين بس؟ والله أنا اللي أحكي لك عن نفسي، من صار انتخبت وما انتخبت هاي الوجوه، وردت أغير وردت أحاول، بس أنا أتساءل وكل العراقيين يسألون اليوم مشكلة العراق وين؟ الخلل وين؟ يعني إذا كشخص رئيس وزراء، رئيس وزراء جاي يتغير، سياسيين ايضا جاي يتغيرون، اكو دوله عميقه، اكو تدخل خارجي، يعني مثلا احنا نقول على سبيل المثال تدخل امريكي مباشر هو اللي جاي يقود العراق او ايران او اي دوله، فاحنا ما نعرف راينا يعني. ابو هاجر ولا هو مو الموضوع الاساسي. ابو هاجر انت تقول رئيس الوزراء دا يتغير، نعم الوجه دا يتغير، الوجه دا يتغير، يعني إذا نريد نحسبها من 2003 لليوم، عوف الفترة الانتقالية مع مجلس الحكم الانتقالي، وراها إجا إياد علاوي، وراها إبراهيم الجعفري، وراها بدأ حزب الدعوة، نور المالكي، وراها إجا حيدر العبادي اللي طالع من حزب الدعوة، ورا حيدر العبادي إجا عادل عبد المهدي اللي هو مجلس أعلى، طلعوا وجابوا واحد ثاني. هم ما يتغيرون، هم دا يغيرون وجه، يعني هو دا يشيل لك عادل عبد المهدي دا يجيب لك مصطفى الكاظمي، دا يشيل لك مصطفى الكاظمي او حيدر العبادي دا يجيب لك عادل عبد المهدي. زين انا اردس انا هسه اردس اسالك سؤال،
بتغيير الوجوه في رئاسة الحكومة العراقية، شنو التغيير اللي انت شفته يا ابو هاجر على مود تقول انه دا يتغيرون؟ لا ماكو تغيير، هو انا اللي جاي اسال، يعني انا جاي اسال اقول جاي الاشخاص جاي يتغيرون. هسه انا نفرض انه الكاظمي اجى قال انا ما منتمي، وانا حتى اذا انتمي انا انسحب، وبقى نفس الشيء. يعني حتى اليوم بالناصر احنا عندنا كمحافظ ذي قاب جابوا قاضي، كإدارة تغيرها في إدارة محلية، بس بقى نفس الشيء، ماكو تغيير. يعني أنا جاي أسأل وهواي أكو ناس يعني جاي تسأل. زين أبو هاجر هذا التغيير اللي دا تحكي عليه المحافظ لما جابوا واحد قاضي يفهم بالقانون، والمفترض أن يكون القاضي عادل، ومن شروط القاضي والقضاء أن يكون عادل، ما تتوقع أنه أكو شيء غلط بالموضوع بحيث لما هاي الوجودة تتغير دا تبقى الحال على ما هو عليه؟ والعراق والناصرية بالذات اللي حضرتك من أدها بانحدار من أسوأ إلى أسوأ. فعلا من أسوأ للأسوأ. زين إيش تتوقع هذا الخطأ وين؟ المحافظ الحالي أيضا هم جابوا شخص أكاديمي أو جامعي، ماكو تغيير. يعني مجرد رصيف من صبغ أو شيء بصورة عامة. طيب. ووضع العراق كله أنت يعني. في وجهة يعني نظرك أبو هاجر الخطأ وين؟ ايه؟ يعني إذا والله إذا أنا وجهة نظري يعني ايه؟ وجهة نظري ورأيي الشخصي ايه؟ الخلل بينا إحنا كشعب. خلل بينا إحنا، لأن يعني إحنا إذا ما نغير أنفسنا ما راح يتغير الكل، لأن هو الشعب هو اللي ينتج. صحيح أكو تغييرات، صحيح أكو تدخلات، صحيح كل شيء أكو. زين انت تقول ابو هاجر الخلل بالشعب العراقي اذا ما يتغير، شلون يتغير؟ يعني اريدك توضح للشعب العراقي طريقه ابو هاجر او فكره ابو هاجر بهذا الخصوص، بحيث شلون في نظرته يتغير الشعب العراقي حتى يتوجه للاحسن ويحسن الحال بالعراق. نختار الشخص المناسب. يعني احنا حتى من صارت الانتخابات الاخيره قلت لك انا واحد من الناس تغير، بس اكو ناس اختارت نفس الوجوه. يعني مثلا هو على سبيل المثال التيار الصدري، احنا ما نريد نسمي الاسماء بنسميها، شارك والناس انتخب فيه مره ثانيه، واكو دولة القانون انتخبوهم ايضا، كل ما تشوف انتخبوهم ايضا. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو هاجر. ابو هاجر يسأل سؤال يقول بيت يم الطب العدلي، هاي الإعلانات يعني هاي مصادر أمنية بمحافظة ذي قار، مو من واحد غريب اللي جبناه خبر. يسأل يقول وين الجثث، وين دا يودوها؟ سؤال الثاني يقول احنا دا نعاني من مشكلة انه الوجوه بالسلطة الحاكمة من رئيس وزراء، برلمان، جمهورية، وأيضا برلمانيين على الرغم من بعضهم يعني ما تغيروا من 2003 لليوم، أو عفوا من 2005 لليوم هذا، يقول لكن كل شيء ده يبقى على ما هو الحال. شنو الخلل في وجهة نظر أبو هاجر؟ يقول الخلل بالشعب، لأن الشعب هو اللي ينتج. في وجهة نظركم الخلل وين؟ أتمنى جابون أخونا أبو هاجر حول هذا السؤال. ونرجع الموضوع حلقتنا بالنسبة إلى المعتقلين القابعين داخل السجون العراقية اللي دا يشوفون الويل داخل السجون العراقية، سؤال بالنسبة إلى السجانين والميليشيات، وخصوصا حزب الله والعصائب المسيطرة على السجون العراقية، خصوصا سجن حوت. منين دا يفكرون ودا يجيبون هاي الطرق المبتكرة اللي ما شايفيها بس بالأفلام لتعذيب وقتل وإزهاق أرواح المواطنين العراقيين الأبرياء؟ أم يحيى من أربيل، حياك الله. أم يحيى تسمعيني؟ أم يحيى تسمعيني؟ ألو أم يحيى؟ يبدو أنه يعني ما مكتوبة لنا أن نسمع صوتك ونعرف شنو ردك على الموضوع. شكرا لك أم يحيى، أتمنى ترجع لنا من جديد. أبو حسن من واسط، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذي؟ شلون صحتك؟ أهلا بيك يا بابا. تفضل أخوي. بس إذا أمكن أبو حسن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أغاتي أنت. نصح أستاذي، نصح، رحم الله والديك. والديك الرحمة، تفضل أخوي.
ايوه استاذي، بالخصوص على المود الدوله، هاي الدوله مالتنا العراقيه. نعم. بس اريد اشوف يعني هسه استفادينا من هاي الدوله اليوم صار من 2003 لهذا اليوم، استوى لنا شنو؟ احنا هسه محافظه تواصل. نعم. هي يعني قدمت للشعب شنو يعني الزين؟ يعني الفقور كثار ما صعد، يعني شنو صار بال يعني التطورات بالشارع شنو هي ما صارت اي شيء، اي حلول يعني بالشعب ما صار. نعم. زين شنو الدراسه الزينه؟ يعني هسه صف سادس صف خامس ابتدائي ما يعرف يعني اسمه ما يعرف شو كتبه. شنو الزين يعني هاي وزاره التربيه. احنا ناشد الشرفان، ناشد الخيرين، يعني من كل الاطراف الخيره. نعم. ها زين زين بعدين على العيشه هسه هاي مال الفقره هاي العالم. البلد يعني وقف من كل شيء. لا كلها صارت بطاله، لا راتب يطول، لا يعني العامل يشتغل ويجيب يعني كد لاهله ويجيب العلاقه تعيش لاهله ماكو. زين كيس الطحين وصل 40 45 الف دينار، الله يساعده بالعالي زين. نعم. يا عمي هسه احنا بامتلينا بهالوضعيه هاي، زين الفلاح هسه نرجع ونقول الفلاح يعني الفلاح يعني اساس الدوله هو الفلاح. زين الفلاح السنه طلعوا من كل شيء. الخطه مالته الفلاحيه انطوا 25%، كانت 50، كانت اول عام 100%، العام 100 ربعنا 50. هسه السنه 25 وماكو، جاي يقطع عليه المي، هسه المي زايد ما ناقص. جاي يقول لنا طعس يعني زي شيء شيء. زين وين نروح احنا؟ نعم. ايه يعني احنا من ناس انتم الختم الخيريه انتم الشرفاء من هذا الباب. نحل الله بينا همين عشاير وهمين غره ريفيه. هسه بطلنا ما نريد خدمات بس نريدهم يعني يطلقون الحصه المائيه يطلقون يا عمي فدوه. نعم. ايه. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو حسن. ورجعت لنا ام يحيى من نربيل مره ثانيه، حياك الله يا ام يحيى. شلونك عيني شلونك؟ هلا بيك يمه. على مود المستقلين هذول يعني استاذ احنا دولتنا لا تقول عراقيه اذا ما صار زحمه عليك. نعم. احنا دولتنا مو عراقيه، دولتنا ايرانيه. نعم. احنا دا تحكمنا ايران. وده تعدل بالسجن أو ده تتمم هي إيران. أنت واحد يشي نفس السلسلة ونفس الوجوه وكل ما تتغير أستاذ. نعم. ليش هم ما يدرون إيران ده تسوي هيكي؟ كل الزين يدرون. أنا كنت عايشة ببغداد انهزمت، أنا متظاهرة بالتحرير انهزمت عدة مرات، هددوني بالقتل. نعم. زين هددوني وما حد انتخبهم، يعني ثلاث ارباع الشعب ما انتخبهم. ام يحيى نقدر نعرف الجهه اللي هددتك لو صعب تقوليها؟ اي هددوني انا، هددوني. منو؟ يعني اريد اعرف الجهه اللي هددتك منو؟ جماعه مقتدى. نعم. هددوني. نعم. طلعت لربي. نعم. طلعت لربي. زين. هددوني بالكتف. زين. هم نفس السلسلة قعدوا تاظمين وفالح الفياض واياد العامري وعمار الحكيم والخزعلي. كلهم قعدوا سلسلة، تنزيل كامل هذا ما ينهج استاذ. زين. هذولي ابودتهم الايران. الامر كله يجي من خامنئي. زين؟ نعم. صدقني والله العظيم ناس يعني اعرفهم يعني منطقتنا ببغداد والله العظيم قالوا الحلبوسي راح الخامنئي باس ايديه يلا خله صدق والله العظيم كافعات اللي هنا وبس وده تعذب بالسجناء وده تسمم السجناء هم ايران ماكو عراقي كل هذولي الاحزاب والايرانيين ماكو واحد عراقي. نعم. ماكو واحد عراقي زين واحنا ثلاث اصبح ما انتخبناهم
نفس الوجوه ونفس الطاقم ونفس الحمام، يعني ماكو اي تغيير. اللي انتخبوهم هم ايران، جابوا من ايران انتخبوا. الداخليه مليانه ايرانيين، رئاسه الوزراء كلها ايرانيين، يعني بحيث حالين علم ايران صوره خامنئي وخميني بال شو اسمه بالخضراء، ماكو هيك شيء. واستابهم كمندوب زين، وين هالمرجعيه؟ وين هالمرجعيه؟ المرجعيه تتبع ايران، هلا فيها المرجعيه تتبع ايران، ما عندنا اي مرجعيه، لا حد يقول اكو مرجعيه. زين، بنيه جاهله عمرها 12 سنه يريد يتزوج سيد، هاي وين صايره؟ بيا دوله بيا حكومه. اني اناشد الامم المتحده تصرف حاج اللي هنا وبس وكافي. نعم زين، ايران تسمم السجناء، ايران تسممهم، ماكو غيرهم. حتى نسوان دا يسممن وغير طريقه، يعني ايش اقول لك؟ يعني ما اقدر احكي كلام. نعم يعني نعم نعم نعم، يعني نسوان دا يحبلن بالسجناء. نعم شكرا 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 لك ام يحيى. يعني ام يحيى اثارت اكثر من موضوع، ومن ضمنها انه زواج القاصرات اليوم في العراق وبعض المحاولات لاقناع القاصرات بالزواج. من المفترض انه اكو قانون يمنع هذا الشيء ويعني يوقف هذا الشيء ويوقفه عند حده، وما المفروض احد يفكر بزواج القاصرات ايضا. يعني الاباء والامهات من يوافق على هذا الأمر، السؤال لهم شلون نطاكم قلبكم تطون بنتكم أو ابنكم هو طفل صغير حتى يتزوج. المهم نرجع إلى موضوع حلقتنا، المعتقلين وقتل المعتقلين، وأيضا استخدام السم في إعدام المعتقلين في سجن الحوت بالناصرية، والإعلان عن 3 معتقلين يقتلون تسميما في كل أسبوع، يعني 12 واحد بالشهر، يعني 144 واحد. وذكر أنه أو ذكروا عدد من الصحفيين والمتقصين أنه عدد المعدومين بمادة السم من قبل إدارة سجن الحوت خلال العام الحالي 2021 أكثر من 144 حالة. علي من أربيل حياك الله. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. أستاذ العزيز، أولاً أنا عندي شغلة، أولاً أول يوم موضوع الحلقة موضوع عن المعتقلين والسجناء. نعم. يعني فاللي أرجو من المتصلين إحنا نبقى في صلب الموضوع هذا، ما نحاول، ونحن نعرف الحكومة مالتنا تعبانة وإحنا الشعب مظلوم وياهم. تمام. يعني هذا مشكلة كبيرة بالنسبة لهواية عالم، هواية أهالي، عندهم معتقلين وعندهم سجناء. تمام. هاي وحده. استاذي العزيز، انا عندي اخوي همين معتقل بسجن التاجي. نعم تمام، بالتاجي ببغداد، سجن المطار التاجي ببغداد. كانوا بالمطار، نقلوه من المطار للتاجي. طبعا من كانوا بالمطار 24 ساعه دزوا لنا فلوس، دزوا لنا رصيد، يخابرني اخوي اريد اكل اريد اشرب. من نروح نشوفه نواجه استاذي العزيز، تمام، صاير عباره عن عوده. نعم تمام، لا اكل لا شرب لا نوم بيها لا معروف ايش، غير انه المذله. يعني تقول اني اتريق الطماطايه زين، او يجيبون لهم وجبه واحده باليوم طماطات ويقولون نقسم احنا بيناتنا زين. تمام، يخابرني مثلا اريد 30,000 30,000 يابا ما ليش، اريد اشتري جداحه، اريد 100,000 100,000 ما ليش، والله ذن الشارع اقدر تجيب لنا طبقه بيض زين زين. يعني هاي كلها فلوس دا تروح، وهو سجين استحقاقه 14 دولار على ما اعتقد باليوم. ليش طبقت تصرف عليه؟ بس لحظه اخ علاوي، طبقه البيض ايش قد سعرها بالسوق حتى بالسجن 100,000؟ والله العظيم استاذ العزيز، هنا انا يعني باربي اذا صعدت طبقه البيض صارت بخمسة ونص، نقول صارت ايش دعوه، شنو بخمسة ونص؟ لا يا يعني مو هذا السؤال اللي ينطرح، يعني طبقه بيض ب 100,000 ليش؟ والله العظيم اقسم بالله استاذ العزيز، المكان يشتروه، المكان الفراش الواحد يشتري ب 100,000 حتى ينام به زين، والله العظيم زين. كيلو طماطم 10,000 لو 5,000 زين، تكت الجقاير ب50 زين، ليش زين؟ هو هذا صح صح، خلي متهم اوكي زين، بس انا ما اجي اذله، هذا هم عنده اهل. يعني انا اخوي معتقل بالسجن، تمرض من ابوه، تمرض من وراء، صار بي جلطه دماغيه تمام، قال فراش الموت، قال اريد ابني، يعني هو محضر جنطه يريد يروح يواجهه، مواجهته بعد 3 ايام هو هنا مات. لا رحمه الله، الله يرحم والديك يا رب.
مات بلا يا حمادك، مات ما شاف ابنه، وابنه بالسجن، ابنه خابرنا يقول انا خنقت روحي، انا اريد انتحر، انا ما شفت ابوي. زين. ومع هذا هو بريء، لا متهم لا شيء، لا ما اعرف ايش، مجرد اصدقاء حشسان، اصدقاء سوء، هو يعرف فيهم قاضي قال له انت تهمتك من عندهم مثلهم. زين. ليش تعرف عليهم وما تبلغ؟ زين ليش تحكمهم مثل حكمهم؟ هذا القضاة الظلمة اللي هم باكر عقبه. لحظة اخوي علي ابو حسين بس من رخصتك، تهمته شنو؟ وتهمت على مادة 44. زين. تجارة آثار، هو لا تاجر آثار، لا هم يحزنون، هو قاعد بإيجار. زين أنا قاعد بإيجار. زين هو لو عدى آثار وعدى ما أعرف إيش أستاذ العزيز هذا يروح يشتري بها فلل. لا لا أنا بس أردفتهم، يعني هو يعرف ناس، ذول الناس تهمتهم هم يتاجرون بالآثار، هو ما له علاقة غير يعني مصيبته السوداء بس إنه هو يعرفهم. هم لا صاحبهم اعترفوا عليه، لأن هو يقعد وياهم بالقهوة، يقعد وياهم بالمعرف ويش. زين. لأن صاحبهم اعترفوا عليه، هم هم من الكتل اعترفوا عليه. زين. وهو لحد الآن، لحد الآن التهمة مالته موجودة أوراقه، شاهد متهم يعني مو متهم. زين. زين. هو زين. هو هنا أنا وصلنا للنقطة القانونية. أتمنى أحد المتصلين يكون ضليع بالقانون العراقي وضليع بالقانون ويدخل لنا. أردفتهم الشاهد شاهد متهم، يعني قد يكون شاهد وقد يكون متهم، حكمه يصير حكم المتهم؟ ما يصير. خلي واحد يجاوبنا يا ريت. زين هاي المحامين اللي خلوهم، زين هاي المحامين ترى هم يعني مفروض يساعدون المظلوم يا اخي، مو يحصرون على المظلوم. علاوي ايش قصر لاخوك بالسجن؟ قال تخلص هذا الشهر يقبض 5 سنوات. 5 سنوات. انت قلت لي الفراش اخذها ب100,000 وطبقة البيض اشتروها ب100,000 والجداحة ب30,000، اذني 230 على طبقة بيض وجداحة وفراش. قل لي بخمس والله. سنين تقريبا ايش قصارف؟ استاذ العزيز احلف لك اقسم بالله العلي العظيم، انا صارف فوق ال5 دفاتر، اشتغل يوميتي واقطع من لقمه اهلي وجهالي. أيه؟ واللي كان ابويا مريض ما اجيب له بيها دواء، ابويا يقول لي حول له لاخوك، يا اخوك يريد ياكل بيهن، احنا هنا نشتم الهواء ونشوف الشمس، اخوك ما شايف الشمس ما مشتم الهواء، وتمرض ومات بجلطه دماغيه كامله. تمام. وما عندي فلوس، انا ادفنه والله ما عندي فلوس ادفنه، لان فلوسه كلها حولها. زين 5 دفاتر يعني سعر بيت بالعراق مو علاوي؟ استاذ هنا باربيل اشتري بين بيت وسياره، يعني هاي نقول ارخص محافظه. زين. نعم. انا هاي اخر مواجهه استاذي العزيز، رحله اواجهه، هاي اخر مواجهه. أيه. رحله اواجهه قبل تقريبا اسبوعين، 3 مواجهه الرجال. تمام. انا رايح دابل اوصل ب300,000، تدري ليش استاذي العزيز؟ بالله الكريم حتى ينقلوا لي من هاي القاعه لهاي القاعه. اقول له زين اكل بيهن، يقول لي ما اقدر اكل بيهن، اذا ابقى اكل بيهن وابقى بهاي القاعه الصلاصه تاكلني. زين اروح بهاي القاعه بيها تلفزيون، بيها ما اعرف ايش، والتلفزيون عبالك شنو تلفزيون نشتري مشتري، هو واصدقائه 3 دفعنا كل واحد 600,000، دفعنا 1,800,000 حتى يشترون البلازما تلفزيون. وتدفع 600,000 الرصيد، اذا اشتريها اشتري 600,000 رصيد اشتريهم ب800 اني، لان هذا رصيد تعرف الكاتب الخمسة ب6.5. نعم. لا والله العظيم استاذي، بطل المي بفلوس، البيضاية بفلوس. زين الحكومة العراقية او الحكومة اليوم اللي موجودة ببغداد، شنو اللي تقدم للاخوك داخل المعتقل؟ يعني هو يعني مفروض اكو اشياء تقدم لها. استاذ العزيز هي اولا ما اعتقد هي حكومة عراقية هاي اولا، ثانيا انه انا من رحت اواجهة اقسم بالله سجين ثاني شايل سجين اخر حاطه على كتفه اللي هو مريض. سألت اخوي قلت له هذا شنو؟ قال هذا باقي له ايام ويموت. زين. يقول انا نايم قبل شهر، يقول قعدوني قالوا في صفك يمكن مات، يقول قلت لهم لا هذا الشاقه هو يشوخر مني نام، يقول يسوي له هيك طلع ميت بيهم تدرن، يقول احنا اسبوعيتنا يموت عندنا واحد. زين. اقول لك تدرن منين يجي؟ يقول جوع وقهر وتفكير. زين. يعني تخيل استاذ العزيز، السجون العراقيه اللي هي المفروض اصلاح وتهذيب مو انتقام، يعني هم حكومتنا ورؤساتنا اللي عندهم اولادهم يسفروهم بالخارج وعايشين برفاهيه تامه اعزاز عليهم، احنا ولدنا مو اعزاز علينا؟ يعني بالنسبه لي انا هذا اخوي الصغير، انا اعتبراني اللي مربيه. زين ايش حال ابوي اللي توفى وعلى فراش الموت يقول ابي اشوف ابني وما شافه؟ ايش حال هو السجين اللي ما شاف ابوه؟ زين
نعم الله يعينكم. يعني استاذ عزيز هذا واحد ترى من 100,000 معتقل. الله يعينك أخوي علي ويرحم والديك يا ربي ويجعل مثواه الجنة ويرد لك أخوك سالم غانم إن شاء الله. يعني اللي يتكلم به علي اليوم هاي جزء من معاناة أحد المعتقلين، وكلكم تتذكرون المتصلين الثلاثة اللي اتصلوا بينا من داخل سجن التاجي وبلغونا عن حالهم وشون وضعهم وشون يأكلون ويشربون وشون ينامون وشون يقعدون وشون أكو ناس بيهم نايمة بالحمامات. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. أبو علي من واسط؟ عفوا، يبدو أنه أبو علي ما يسمعنا. أبو شيماء من بغداد، حياك الله يا أبو شيماء. شلونك حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. بالنسبة لي بس لا زعلان بعدك يا أستاذ. على شنو؟ أزعل أخويا العزيز؟ يا امام ويا الانسان كل وقت كل من يتت نظره، انا قد هذا بس واحد نظره اللي يريد يطرحه وانت نظره. احنا والله يا ابو شيماء انا قلت لك هاي النقطه بذاك اليوم مرضت تسمعني، انا ما ازعل منك نهائيا ولا ازعل من اي عراقي. هذا هذا البرنامج هو منبر لكم تحجون به اللي تريدوه. كنا عراقيين وكنا هذا يعني، بس واحد كل واحد يده وجهه نظر يعني لا اكثر ولا اقل يعني. اي والله يعني هو الانسان شنو الانسان هو وبات عقبه وراء موت البشر، بس واحد قلت لك اكو شيء مقتنع بشيء واكو شيء ما مقتنع مو تمام. هسه انت عندكم اقتناع بشيء انا عندي اقتناع، فاحنا تعرف العراق كل واحد متنوعين، كل واحد عنده قناعه. نعم مو تمام، هذا العراق كله مكوناته يعني، كل واحد ناس تأيد ناس، ناس ويا ناس، ناس اثر راي اخر، ناس كذا مو تمام. هاي المشكله يعني لا اكثر ولا اقل يعني، ما عدنا احنا كنا عراقيين وكنا طيب. اخوان وكنا طيب. انت من تدري هنا انا اشوفه كان بعمان بمصر العراقي يحن على العراق مو تمام، مو مثل هنا داخل بغداد يعني اكثر شيء بالغربه اكثر شيء واحد يحن على الثاني. فاحنا قلت لك يعني كل واحد وجهه نظره استاذ رفع. طيب اي ف يعني قصدك على الموضوع يعني يعني هذا الموضوع أنا وياك متفقين عليه وإن شاء الله عبرنا هاي المرحلة وطوينا صفحتها. بما يخص المعتقلين العراقيين أنا بالنسبة ابن خال يعني مو غريب ولا الصديق ابن الموصل يعني ويا جماعة اللي هذا يعني زمان عنده وكالة مال المواد كهربائيات صديقه ويا بزمان الجامعه يعني. نعم. وقديم يعني قديم مو هسه زمان الكليه بالتسعينات اصدقاء كليه قول اصدقاء عمر رحم الله امك وابوك ووالدك. بعدين بلدنا اجى لهنا اجى من صارت الاحداث هو بيتم بالموصل اجت صارت الاحداث مال الموصل اجى قال له يابا انا اريد اسافر تركيا وهاي سيارتي مخليها بقيها يمك وكذا. قال له بات بالعائله على يعني علاقه عائليه مو يعني هاي. نعم. رأيت انه والله خلى السياره يمه على حسب الاصول وراح ما شنو وعنده محل هو كان بغداد جاب فتح محل بس هذا مال مواد تجهيزات كهربائيه فيعني معروف يعني مو تقول انسان عادي يعني هناك بالنسبه بالكراده. فرأيت ان الولد هو صديقه دز فلوس قال له يابا اذا يجوك جماعه حولهم الفلوس. الفلوس اللي يحتاجونها هاي فما صديقه وثاق بي قال له بسيطه ما هي خالص. والله راسه اجى واحد الطاقه قال له فلان حول لك فلوس من تركيا هو صديقه راسا بيتهم بالدوره هو منطي الفلوس. ورا فتره اجت قوات يعني خمس هذا يعني مشتركه يسموها خمس هذا قوات مشتركه. نعم راسا اجوا واخذوه اجوا عليه يابا شنو ما يعرف خطيه هو واخوه بالمحل والسائق وشريكه اخذوهم. والله وين مطار بغداد على طريق المطار جيب مشي ذولا والله شهر طلعوا وهذا قالت الشمعة يابا والله العظيم صديقه وحول الفلوس. صديقه قال له أبد القانون ما يحمل مغفلين يابا تعال تعال ما أدري شنو أبد قال لهم يابا أنا رجال وصديقه وأنا ما عندي علاقة رقمك يابا والله العظيم أبد خطية وذاك هو هسه خطية بالتاجي وحال الضيم وحكمه بالمؤبد يعني هي عدالة هاي السادة زين أبو شيماء أنا هسه سمعت قضية ابن خالك كلها من البداية للنهاية أكو بيها ليك. الليك اللي موجود بالموضوع إنه واحد ما له علاقة حكم مؤبد. أي زين هذا مو غلط؟ أي طبعا
زين. هذا ابن خالك، هذا ابن خالك، تعرف ايش قد اكو بمقابله بالسجون العراقيه كلهم نفس حالته؟ والله يا استاذ فلو شوفه، والله رجل دجاج يخاف، يعني والله رجل دجاج يخاف من حته، يعني رجال ما محتاج خيره من فوق مراته، خيره خيره فوق مراته. زين ابو شيماء، ابو شيماء قلبي، يعني اليوم اكو اعدام بالسم، هذا الاعدام انا ما سامع بحياتي، وما اتوقعك واحد سامع انه اكو اعدام بالسم. والله ما هذا بعد اشكال يا استاذ، والله اتوقع اتوقع كل شيء اتوقع يعني. السؤال يعني اللي ينطرح، لما يجيبوا لك واحد ويعتقلون واحد وياخذوه من بيته من اي محافظه عراقيه، من اي محافظه، ويقولون الاهله استفسار ونرجع لكم اياه، ويروح يطب بالسجن وينكتل ويتعذب وينهان وينضرب ويهددوه، أيوة ويهددوه بابوه وبامه وباخته وبزوجته وبابنه او باولاده واولاد اخوه واولاد خواته، ويوقع على اعترافات هو ما مسويهن، حاله حال اللي طلع بكربلاء وقال انا قاتل مرتي ومرته طلعت حيه ترزق ما مقتوله. هذا الشيء صحيح لو غلط ابو شيماء؟ لا والله كلامك صحيح منطق استاذ رفل، والله يعني مو هذا هي صحيح، اشكال يردي على اشكال وانواع، يعني قصص قصص يعني يندلع جميل قصص، والله انا اسمع جماعه عندي يسولفون اشياء يعني. زين الحل بنظرك ابو شيماء شنو؟ والله بعد هاي شيء ما ادري، يعني تبقى يوم الله لحد شو تسوي؟ يعني من وين المشتكى لله؟ وين الروح؟ وحتى رب العالمين يقول لك اسعى يا عبدي وانا اسعى وياك. ايش يسوي الشيء؟ احنا لنا لا حول ولا قوه يا استاذ العزيز، لا حول ولا قوه. نعم والله نعم ايش يسوي المشتكى الله؟ انا من الخبر هذا ولد انا هم قلبي يرفع لي، ام اخوي عراقي يعني وقبل غريب، رحم الله والديك، يعني رحم الله والديك، وهذا ديدن عراقيين قلوبنا كلنا واحد على الثاني. يسلمك يسلمك اخوي العزيز ابو شيماء. ابو حسين من صلاح الدين، حياك الله يا ابو حسين. الله يسلمك، شلونك العزيز؟ انت اخونا وعراس. حياك الله اخوي الغالي وفوق الراس، تفضل اخوي. اني من ناحيه تثريب مهجر ام خيم عربد، وجتنا انطونا من موقف السني كل عائله 4 ملايين، وسووها كل عائله 500 ل 4، قلنا رضينا بال 500، هم ال 500 ابن عمي باقوها، وكتلنا البري، بقينا تقريبا 2000 عائله احنا بمخيم عربد من ناحيه يثرب. الكاظمي على مساي الرئيس هو بس بدي اقول هالكلام هذا، انا 2000 عائله اي من مناطق ناحيه يثرب وجدنا فيها معروفه، يعني ابو حسين يعني اذا نحسبهم اقل عائله 4 نفرات هاي 8000 واحد بالمخيم. اي ما حد داير لنا بال، شلون احنا مناطق سنيه فقط على مود مناطق سنيه ما حد ينظر علينا، وقتلنا البرد يا خيي ولا نفط وما عندنا بيوت مهدمه، وروح اتباوع على البيت، اجي على البيت القى البيت مفلش، وين اقعد اني؟ هي خطه على المناطق السنيه فقط، امريكا سوتها على المناطق السنيه، ما داعش كلاوتها، ما داعش، احنا جتنا عوضونا رجعونا على بيوتنا، والعمر قضى، هاي عمري صار 44 سنه يا الغالي يا العزيز يا ابن عمي، وفي الاساس جتنا يبوك الثرمد والهجره واقوها هم، لام الحكومه منطقتنا من موقف السني انطونا، وهم باقوا هم 500 ما حصلناهن، وصار لنا من 2014 ما حد ينظر علينا، والكاظمي ساير ريت على من ساير ريت على العوائل كلها نازحه ناحيه تثرب يا ابن عمي. نعم نعم اي يا اخي زي ابو حسين، ابو حسين كونك من اهالي ناحيه يثرب، منو اللي دا يمنعكم من العوده لناحيه يثرب؟ والله مفتاح المنطقه مالتنا، بس احنا بيوتنا مفلشه، وين اقعد؟ من فلشه وراحت بساتيني وراحت سياراتي وحلالي كلها راح. كلها راحت وما ظلت، انا وين اقعد؟ من آلاء الكاظمي ولا داير بال، يوميا احنا انتخابات ويوميا تقي الرئيس، واحنا ما حاشرين بهالبرد، كتلنا البرد لا حد ينظر علينا ولا حد يتباوع علينا يا ابن عمي. نعم كافي كافي، ليش نسوي مظاهرات وسد الشوارع؟ نطلع من المخيمات ونسوي لها نروح نشكي نشتكي الى امريكا، نروح نشتكي انطونا اقليم انطونا كل من ينعزل على طبعه ويشون شرهم. اني اشكرك الغالي. نعم شكرا لك ابو حسين. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله. آشي عربد،
ساخنين. شكرا شكرا لك ابو حسين. ابو عراق من الفلوجه حياك الله اخويا. ابو عراق انقطع الاتصال يا ابو عراق، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني اي يعني مشاكل كثيره اليوم هسه، اذا سمعنا ابو حسين ولا سمعنا ابو شيماء ولا سمعنا الاخ علي من نربيل ولا سمعنا ابو هاجر، يعني اي واحد من اللي سمعناهم اليوم هي مشاكل متنوعه موجوده بالعراق. وابو هاجر سال سؤال وجاوب بعدين برايه الشخصي يقول الخلل بينا احنا كشعب. لكن السؤال اللي يطرح اليوم في كل مكان اليوم موجود بالعراق، يعني من 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 نجد شخص معتقل او نجد واحد سجين، من المفترض المسجون هو يعني اللي تثبت عليه التهمه حتى في بعض الاحيان. ابو حسن من اليوسفيه حياك الله. قال حيا يسلمك وتحيا والدوم، تفضل اخوي. انا بدي احكي على هذا البرنامج هسه اللي جاي يشاركون به. هو احنا بصوت انت بالبرنامج اخوي. السلام عليكم استاذ. هلا بيك يا الغالي. شلون الصحه؟ حمدك ربي، يسلمك ربي الله يخليك. احنا ايه سوينا جماعه هنا تهمه كيديه مكافحه الارهاب. احنا هم شاهد متهم جابنا. نعم. وقدمنا فراج اخذنا فراج على الدعوه بال 2017 والنظره الدوره رجعوا عيني بال 2019. نعم. وهم النوبه انسجننا وهم طلعنا من عندها وهسه النظره الدوره عادوها عيني بالجديد. منو عادها عليك؟ عادوا راح للتمييز يقولون عندكم تغيير استخباري. يقول تغيير استخباري عليكم، يقول المحكمه تكتفي بالتغيير الاستخباري. اذا تغيير استخبارك وجماعه منا يحركون الدعوه هم نفسهم. طيب. ايه. وهسه رفعت الدعوه الهيئه الموسعه. الهيئه الموسعه هي نفسها اللي طعنا بالقرار. يقول القرار مو صحيح والرؤساء الهيئة الثانية اثنيناتهم. أبو حسن أبو حسن أبو حسن قلبي، أنتوا لما رحتوا بال 2017 وأخذتوا إفراج أخذتوا بها قرار براءة لو لا؟ إي أخذنا بها قرار براءة. ورجعتوا بال 2018 وانحبستوا مثل ما قلت وطلعوكم وراها، أخذتوا بها قرار إفراج وبراءة لو لا؟ نعم نفس الشيء يقول. نعم يقول وتبقى المحكمة مصرة على قرارها السابق لعام 2017 العفو. تبقى المحكمة مصرة على براءتكم. نعم على البراءة. بعد شكو. بعدين ايش لقينا؟ تفاجئنا اذا احنا 16/9/2020 اخذنا فراج. جايين يوم 17/9/2020 مقدمين ما اعرف يقول عليكم تغيير اخباري يعني، فدخلنا بهذا الموضوع هسه. وهسه مصدرين علينا مذكرات من جديد جهاز مكافحة الارهاب. طيب. شنو هالفيلم؟ مدى نعرف. طيب يا اخ والله انا هم موظف انفصلت وتبهذلت وتدمرت عائلتي ولاقينا ما لاقيناه. شنو يعني هذا القضاء مالنا؟ شنو القضاء مالنا مسيس؟ شنو القضاء مالنا؟ نعم. اكو حل هاي المشكله مالتنا؟ بزعنا. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو حسن، نحكي بها ان شاء الله. ابو حسين من واسط حياك الله. يبدو أن أبو حسين مدى يسمعني، شكرا جزيلا لك. طبعا يعني ما أعرف اللي قاله أبو حسن من اليوسفية أنه جهاز مكافحة الإرهاب 17 مجدد الدعوة بال 18 مجدد الدعوة بال 19 راجعين بال 20، ما أعرف يا جهاز مكافحة الإرهاب ماخذ القضاء والقاضي والمحكمة على قديدة ومعتبرها حائط نصيص وما معترف فيها وضاربها بعرض الحائط، يا أكوليك في الموضوع. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، اللهم أدعيك بدعاء الخروج من الشدة، يا من دبر ليوسف أمره وأزاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وحفظ محمد في الغار معه صاحبه وتكلم عيسى في المادي بأمره وعاد ليعقوب نظره وشفى أيوب من مرضه. دبر للعراق حاله وأصلح لي أمري وأصلح حالي وحال العراق، واجعل لي وللعراق وللأخوة العراقيين من كل شدة مخرجا يا الله يا الله يا الله. اللهم آمين.
رسالة أخرى. السلام عليكم، تحياتي لك أخي مقدم برنامج صوتكم، وتحياتي كادر قناة الرافدين. أخي الغالي، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لي صديق يعيش في فنلندا، زار أهله في العراق ورغب زيارة سليمانية، وصل إلى نقطة سيطرة الحشد قبل سيطرة السليمانية، أي قبل دخول كردستان. طلبوا بطاقة الأحوال المدنية فأعطاهم هوية الأحوال وجواز سفره. قيل له إن اسمك يظهر اشتباه بالاسم. قال لهم أنا دخلت من مطار بغداد ولم يبلغني أحد بأي شيء. المهم أعصبوا عينيه وساقوه إلى سجن الحشد وطالبوه بمبلغ 15,000 دولار. بقي هناك مدة من الزمن إلى أن استطاع الاتصال بأهله في فنلندا، وباعوا سيارتهم ودفعوا له مبلغ الخاوة. وبعدما خرج غادر العراق بعد أن أقسم يمين أن يدفن في بلد الغربة. تحياتي لك أخي أبو محمد من النرويج. مع الأسف هذه واحدة من الحالات اللي تصير بالعراق. رسالة أخرى، مشكورين على هالبرنامج وربي يوفقكم. وآخر رسالة، السلام عليكم يا أفضل قناة عربية، كلام علي من أربيل، نفس الحالة مع أحد الأشخاص، شهد الحق لأحد المتهمين وخطف ولم يعلم به أهله. هذه دولة القانون. أبو عمامة إيرانية وحرس ثوري لابس مدني ومسيطر على كل مفاصل العراق. لو يلبس دولة عراقية والله لو بيدي أخبسهم خبز كافة شوط يومية لسنوات طويلة، ونتحسر ما يفعلون بالشعب العراقي والمعتقلين. إلى متى نسكت عما يفعلونه بهم؟ مشاهدين الكرام، معاناة المعتقلين داخل السجون معاناة كبيرة. اللي دا يشوفوا بالداخل، اللي دا نسبع اليوم، هذا جزء بسيط من اللي هم دا يشوفوا داخل السجون، وما راح يتحررون إذا ما طلعنا ذولا المسيطرين على السجون. وذولا المسيطرين على السجون هم بعدهم أحزاب مسيطرة على الحكومة بهذا البلد. فإذا خروج هؤلاء بديكم أنتو، والحليم تكفيه الإشارة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر بإذن الله، في أمان الله.